أنا مستغربة كيف قلبك بيطوعك على كل هالقسوة؟ قلبي؟ هذا قلب لعيش، لعيش وآخذ حقي. هون في صندوق، لا مستودع، مستودع ذل وبرد وجوع وقهر. تعرفي شو اسم أبي؟ اسم أبي حرام. تعرفي هدول الناس، هدول الناس الطيبين اللي بيحسوا هيك وقلبهم رقيق، شو كتبوا جنب اسم أبي بالملجأ؟ كتبوا مجهول الهوي. تعرفي شو يعني؟ يعني منبوذ، مكروه، الناس بتقرف منه. لما بشوفه بالشارع بيأشروا عليه وبيتهامسوا وبيقولوا ابن حرام، وبيبعدوا ولادهم عنه. بتعرفي لما تمت هالجريمة أنا وين كنت؟ وين كنت؟ كنت بالعدم، بالمجهول. أنا ولدت مذنب، ولدت لأتحاسب على ذنب ما دخلني فيه. وأنا ببطن أمي كرهتني الناس، حتى أمي كرهتني. تعرفي ليش قلبي بيطاوعني؟ لأنه ميت، لأنه بيستحي بأمي وناقم على أبي وحاقد على كل القلوب الطيبة اللي أشرت بيوم من الأيام وقالت ابن حرام. أنا بعرف إنه اللي عم بعمله حرام، بس وين الغريب بالموضوع؟ مو أنا ابن حرام؟ معجون من حرام؟ مصنوع من حرام؟ قدري إن يكون حرام؟ اسم أبي حرام؟ اطلعي لبرا، بس يجي ابن الحلال أبو مازن شربي كاسة شاي وتقلي له إياها وفودي لعندي، لألعن أبوك على أبويا أولاد الحرام. اطلعي لبرا. لك اطلعي لبرا.